أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وي بي سي، نرحب بكم في برنامجنا ومضات ثقافية، كما نرحب أيضا بالفنان التشكيلي والممثل والمخرج المسرحي أيمن دردوخ. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة. أيمن، لكل حكاية بداية وفي كل مشوار محطة، فما هي أول محطة وطأت أقدامك عليها؟ أكيد أول محطة هي الرسم. أنا بديت في الرسم في عمر 15، ثم وين اكتشفت أنا الموهبة تاعي. نعم. أصلاً هو أخويا اللي اكتشفها. أنا نعم. كنت شفت أخويا يرسم واحدة رسمة وعجبتني. نعم. وقلت طبعا نجرب نشوف تراسكو الرسمة هذه، نقدر نرسم ما نقدرش. نعم. جميل. جربت حطيت ورقة، خليت خويا حتى نخرج، هزيت أقلام تاعو، عباك راح يضربني يكون يشوفني. هزيت قلم ورقة وبديت نرسم. مع جا ديريكت دخل شاف المنظر هذاك. نعم. قال لي منين جبت الرسمة هذه؟ قلت له أنا رسمتها. قال لي منين؟ قلت له والله غير أنا رسمتها. إيه قال لي حاجة كبيرة. قال لي أول مرة شفت ترسم. قلت له حتى أنا أول مرة رسمت. قال لي كمل. قال لي أنا البداية تاعي كرسام وما بديتش هكا. قال لي المستوى حتى في السنين ولا ربع سنين باش لحقت المستوى هذا. اسمع أنا البداية تاعي هكا، اسمع حاجة مليحة. نعم. شجعني وبدا المشوار تاعي. نعم. بديت نرسم بشوي بشوي. جميل. الرسم هو تجسيد للجمال، والمسرح هو تجسيد للأفكار. كيف كانت تجربتك مع المسرح؟ بالإضافة إلى أنك فنان تشكيلي فأنت مخرج مسرحي، كيف هي تجربتك مع المسرح؟ بالنسبة للرسم وبالنسبة لي أنا بتفكيري أنا هو كل الجمال. نعم. لأنه يشمل تقريبا كلش. نبغي ندخل في المسرح نقدر نوظف فيها الرسم، نبغي ندخل في الحياة المهنية مثلا أرشيتاكت ولا نوظف فيها الرسم، اي حاجه تقريبا توظف فيها الرسم. يعني الحياه هي رسم. رسم بالنسبه لي انا. نعم. كاين واحد الله اعلم حسب تفكير الناس كيفاش. نعم. جميل. كيف بدي سؤالك؟ كيف هي تجربتك مع المسرح؟ تجربتي مع المسرح بدات في الجامعه. كنت نشارك في مسارح هكذا في مناسبه اندلاع الثوره. نعم. مع اصحابي هكذا ونشارك. نعم. جميل. ومن بعد بشوي بشوي دخلت المسرح بصفة رسمية. كي عاد أنا قريت دوزيام أني مسرح. أنا كنت معول ندخل رسم. كي عاد أنا رسام كنت معول ندخل رسم. ما درتش في بالي راح نكمل أنا مسرح ولا رسم، ما كانش عندي اهتمام به. نعم. ومن بعد كي ما لحقش المعدل تاعي باش ندخل رسم ونكمل ونزاول الدراسة تاعي في قسنطينة. نعم. كملت، قلت نكمل وخلاص نجيب شهادة ونريح. نعم. دوزيام اني طلعت فنون درامية، قريت فنون درامية. نعم. وتخصص تاعي إخراج مسرحي. هذا هو التخصص تاعي. كملت دوزيام اني قريتها ومديقوتي الآخر قلت كمل وخلاص. لحقت تروازيام اني كيف. مع لحقت ماستر تبدل شوية التفكير تاعي. قلت أنا لحقت ماستر على ما نحاولش نحب بروحي في هذا المجال. يعني تصطدم بالواقع. إيه. نعم. دخلت انا بديت نشارشي، بديت نعرف ناس كيفاش يمثلوا، عرفت شويه ناس كيما مثل ليديا العريني وسمير اوجيت اللي نشكرهم بزاف. نعم. عاونوني بزاف. نعم. في التخرج تاعي. ومن ثم بدات الانطلاقه تاعي. جميل، كل التوفيق ان شاء الله. ايمن، هل تختار التمثيل ام المسرح ولماذا؟ في اي مجال يعني؟ بالنسبه في حياتك الخاصه، هل انت تختار المسرح أميل الرسم؟ إن التمثيل، هل تختار التمثيل؟ فهمتك. نعم. قصدي هل إن اختارتني الحياة أن أختار بين الرسم و لا فقط أقصد يعني أنت كشخص فنان ومخرج، أين تميل نفسك أكثر؟ ذكري كنت يعني دي سيدي غير نكمل مع الرسم. نعم. بس حاليا حببت روحي في المسرح وبغيت نكمل معهم في زوج. جميل، يعني تمزج بينهما. أكيد. جميل. يقول بيكاسو يا أيمن في ذات مرة، بيكاسو لديه بعض اللوحات غير مفهومة، فسئل بشأن هذه اللوحات، لماذا لوحاتك غير مفهومة؟
فأجاب: العالم بلا معنى، لماذا تريدون مني أن أرسم لوحات ذات معنى؟ أتساءل الآن يا أيمن إن كنت تمزج بين الواقع والريشة. طبعا، لأن جل رسماتي هي أن أحاكي الواقع، وكيف ذلك أرسم ما تراه عيني. نعم، هكذا سمى حكيت الواقع بقى. نعم فهمت، يعني تمزج بينهما هما الآخر. نعم. الحياة هي فن الرسم بدون ممحات. هل غير الرسم مجرى حياتك وكيف؟ طبعا الرسم غير مجرى حياتي وبشكل كبير. كيفاش غير مجرى حياتي؟ أنا كي كنت صغير كنت إنسان مش صابر. نعم. أي حاجة نبغي ليه ليه تتخدم، والرسم معروف بالرسم لازم لك صبر كبير. أكيد أكيد، قادر تقولي حتى صبر أيوب. ممكن. نعم، كنت نرسم رسمة نجيب فيها تقريبا شهر شهرين، كاين حتى واحدة جبت فيها 3 شهور. نعم، علمتني الصبر، الرسم علمني الصبر، وكي تعلمت الصبر وليت تعلمت بزاف حوايج في حياتي وليت نصبر لهم باش نقدر نوصل لهم. نعم فهمت. هكذا عاونت. ما شاء الله. أيمن، ما هي قاعدتك في الحياة؟ القاعدة تاعي في الحياة أنه نتعلم كلش، ما كانش حاجة عندي بالنسبة لي مستحيلة، أي حاجة نقدر تجيني في راسي نتعلمها. أي حاجة تعلمت بزاف حوايج، تعلمت الطبخ، تعلمت الرسم، تعلمت الإيقاع الدربوكة، تعلمت حتى فن التمريض على علمي فأنت ممرض. نعم طبعا ممرض. جميل. تعلمت التمريض، وحتى في مهنة التمريض تعلمت لاشيريجي دونتير، جراحة الأسنان. نعم. كان ثم صديقي خالد قاني ثم اللي خلاني نتعلم، في وقت فراغ في وقت ما يكونوش مرضى ثم نستغل أنا الفرصة هذه ونروح عنده يعلمني، وتعلمت. نعم. الحمد لله تعلمت حتى بلون في الضروس، تعلمت النحي الإكستراكسي دونتير. ما شاء الله مبدع يعني. الحمد لله. تعلمت حوايج تاع الدار بزاف حوايج، ما لا تعد ولا تحصى، حتى انا ونسيت باللي تعلمت حوايج انا. نعم الحمد يعني لله. جميل جدا. هل انت من متابعي نور ياسين؟ ما رايك فيه؟ نور ياسين يعني باش نقول لك من متابعين بزاف لا، بصح نعرفه هو فنان سوري. نعم. تزوج على ما اظن عزة زعرور. عزة زعرور. نعم. هذه نورمال في 2020. نورمال في 2020. نعم. هو مصمم جرافيك. نعم صحيح. مصمم جرافيك تقريبا. ورسام هو كذلك. رسام. نعم. 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 ايه رسام، وشفت بزاف الطرق تاعه في الرسم. ما شاء الله موهوب هو الآخر. ما رأيك فيه يعني بصفة عامة بما أنك أنت رسام، ما هي نظرتك أو وجهتك يعني بالنسبة إليه كرسام؟ هو حاجة اللي عجبتني فيه أنه تحدى نفسه. نعم. كيفاه تحدى صحيح. نفسه؟ تحدى نفسه كي عاد مش اي رسام يعني يقدر يرسم بيديه برك. نعم. نشوف فيه ساعات يرسم بيديه، ساعه برجليه حشاك، ساعه بفمه. صح. كل مره كيفاش. صح. كاين حتى فيديو شفته وين هز وليده ويرسم برجليه، هز ميكرو بورتابل ويرسم برجليه. يعني بالنسبه له كل شيء هو سهل في حياته. تحدي. بما انه تمكن من أن يبدع في مجال الرسم، وما هو معروف أن الرسم مجال صعب، يعني ليس أي شخص يمكنه الرسم، لديه قواعد، لديه محطات، لديه انطلاقات، يعني هو شخص موهوب. طبعا حتى الرسم أنا بالنسبة لي ما تعلمتوش كقاعدة، جامي قريت أنا على الرسم. الرسم هذا موهبة والواحد لازم يسقلها. نعم. بالتمرين. نعم صحيح. يتمرن يسقل، يعني مش شرط قاعدة، أصلا قاعدة درها إنسان تعلم الحاجة هذيك، مش حاجة جات ما وحي ولا. نعم هذا. فهمت جيد. أيمن، إذا أعطيتك الآن لوحة بيضاء وطلبت منك أن ترسم لنا شيء، ماذا سترسم؟ صراحة وعندي بزاف وبغيت نديرها، بغيت نرسم الفنان صالح وكروت. نعم جميل، التفاتة جيدة. أمين. أمين. رسمت فنان نوري. نوري. نعم. بيمثل. نعم. فلهذا اخترت أن ترسم صالح وكروت. صح. كعاد مريض والآخر. نعم صحيح صحيح، شفاه الله وشفى جميع الأمة الإسلامية. ما هي أبرز الشخصيات وأهم الناس التي أثرت في حياتي أيمن؟ بالنسبة للمسرح
كاين زوج شخصيات اثروا فيا ونشتيهم بزاف، ومنهم خدمت مسرحيه تاعي تاع التخرج اللي هي ريشه في مهب الريح، من اخراج وتمثيل وسيناريو ديكور كل شخصيه. كاين عندك شارلي شابلين اللي مشهور بالمسرح الصامت، وعجبني صالح وقروت، من افضل الممثلين اللي مروا عليا هو صالح وقروت. هذا هو. وبالنسبه للشخصيات الناس اللي اثروا فيا، كاين طبعا العائله اللي دعموني وجامي قالوا لي الحاجه هذيك خطيك منها، ولا بالعكس ديما يشجعوني. جميل. وميزامي ثاني، كثر خير ثاني، ديما يشجعوني ويفرحوا معايا كي يشوفوا حاجه هكا رسمتها ولا مسرح، ولا ديما يكونوا واقفين معايا. نعم. وطبعا الاساتذه تاعي، وكاينين زوج عاونوني بزاف بزاف اللي خلوني نحب صح المسرح، اللي هما سمير اوجيت وليديا العريني. نعم. هادو خلوني صح نحب المسرح، لانه عشت معاهم واحد الفتره في ماستر دو في التخرج تاعي، عام وانا معاهم فتره ما شاء الله، عشنا كشغل اب وابن تاعو والام وابنها. نعم جميل. عشت كشغل وليدهم صح. جميل جدا. نسعد بوجود اشخاص مثل هؤلاء في حياتنا. اذا كان الرسم موهبه والتمثيل عمل، واقتصرت عليك الحياة أن تختار أحدهما، ماذا ستختار؟ والله وش نقول لك، يعني هما حاليا في زوج مهمين بالنسبة لك. بالنسبة لي. نعم. بصح نقدر نقول لك الرسم هو أهم نقطة. هو الطب. نعم. علاش؟ لخاطر نبرع أنا في الرسم أكثر ما نبرع في المسرح. في المسرح. يعني أنا نشوف في نفسي أنا في المسرح ما نقدرش اونجاجي كثر ما اونجاجيت في الرسم. نعم. فهمتي؟ على هذه زعما نخير رسم، الرسم زعما من صغري من 15 سنه، دروك راني تقريبا 28 سنه، زعما مده مدة مع الرسم. نعم. مش كيما المسرح تقريبا غير فتره تاع الدراسه برك. نعم. نعم. ايمن، حياه الغد تنتظرك، فاين الوجهه؟ الوجهه الله اعلم. الجزائر الجديدة هذه رانا نستناو ونشوفوا واش كاين. إن شاء الله لعله خير. إن شاء الله. نشكرك أيمن جزيل الشكر على تلبية الدعوة وتواجدك معنا، وأسأل الله لك التوفيق دائما وأبدا. إن شاء الله. أنا أوفقك. أيمن، كلمة أخيرة، ماذا ستقول؟ إن شاء الله نتمنى يعني حاجة اللي تمنيتها من قبل وطرق وحتى مستقبلا، هي أنه السلطات تعطينا شوي التفات الفنانين هذو اللي راهم عايشين في الخفاء، اللي عايشين في صحيح في الهامش، صحيح عايشين في الظلام، اعطيهم اي مصطلح ينفع فيهم، لا خاطر كاينين فنانين اكثر مني حتى انا ما نبانش خلاص قدامهم وما عطاوهمش حتى اهميه. نعم. نتمنى لا يسلط عليهم الضوء. طبعا نتمنى من السلطات يلتفتوا للامر كيما هذا. نعم. علاش الممثل ولا واحد رسام ولا واحد ما عباليش، المهم اي واحد فنان يخرج برا باش يبدع، على ما يبدعش في بلاده. صح صح. فهمتي؟ على هذه انا بغيت تسمى السلطات تولي الحاجه كيما هذه. صح. هذا واش نتمنى ان شاء الله. نشكرك ايمن جزيل الشكر. نعم. اذا المتابعين نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحصه من برنامجنا ومضات ثقافيه، نشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء والمتابعه، نلقاكم في عدد جديد مع ضيف جديد من هذا البرنامج.